انهم عرفوا بوضوح ان الناس عرفوا بوضوح ان عددا من الحوزويين والوكلاء واضرابهم لاحظوا الذين كانوا يحسبونهم كجبرائيل عليه السلام او ابو ذر عليه الرضوان في السداد والصلاح وكانوا يحملونهم على الصحة في كل أقوالهم وأفعالهم وينخدعون بمظاهرهم. أما الآن فقد أصبح بكل وضوح أن الأسلوب القديم قائم على القصور والتقصير وعلى الإسفاف والتبذير وعلى السكوت الشائن على المحرمات، مع أنه ورد الساكت عن الحق شيطان أخرس، وورد ما مضمونه أنه إذا كثر الفساد في المجتمع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. مع أنه ليس في الأسلوب القديم شيء من ذلك، كما قال بعضهم أنه، نقلته أنا لكنه للتذكير لا بأس، أن لدينا أمورا أربعة: الاستخارة والدرس وصلاة الجماعة وقبض الحقوق. فإن كنت تسأل عن واحد منها فأهلا وسهلا، وإلا دير ظهرك وروح. وأهمها بطبيعة الحال في نظرهم طبعا قبض الحقوق التي تصل بإذن الله للتوزيع في المجتمع وقضاء حاجة المحتاجين، لكن هم لا يوزعونها في المجتمع ولا يقضون بها حاجة المحتاجين إلا بنسبة ضئيلة جدا ونحو ذلك. فقد انكشف للمؤمنين الصديق من العدو والناصح من الفاضح بحسن توفيق الله سبحانه وتعالى.